أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما تشكله تسهيلات الإسناد البحرية التي تقدمها مملكة البحرين للبحرية الملكية البريطانية بقاعدة ميناء سلمان التابعة لقوة دفاع البحرين من محطة هامة في مسارات التعاون العسكري المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في إطار العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين. ونوه سموه بتواصل التزام المملكتين بتطوير أطر التنسيق والتعاون العسكري الثنائي والمشترك إلى جانب الشركاء الدوليين الاستراتيجيين بما يسهم في صون أمن واستقرار المنطقة خاصة في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة. جاء ذلك لدى الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز إلى مرافق تسهيلات الإسناد البحري للبحرية الملكية البريطانية في قاعدة ميناء سلمان التابعة لقوة دفاع البحرين، حيث افتتح سموهما مرافق تسهيلات لمنتسبي البحرية الملكية البريطانية في حفل رسمي، وذلك بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ونجلي سمو ولي العهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة والذي تلقى تدريبات مع البحرية البريطانية وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة واللواء الركن بحري الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني. كما قام سموهما بجولة في السفينة البريطانية العسكرية HMS ميدلتون حيث أشار سموه إلى أهمية ما يحرص عليه البلدان من تواصل حيوي وبناء في المجالات العسكرية، وذلك بما يضيف بشكل جوهري إلى رصيد العلاقات التاريخية بين المملكتين والدعم المتبادل بينهما في مختلف المجالات.